طيب هنا كانت بتقولي انه كان في خناقه قبل انتحار سعاد حسني، بتقولي ده مش ما كان مش ده مش حصل موجود في ورق القضيه. خالص خالص خالص. سكوتلاند يارد راح للديبارتمنت بتاع الصوت وشاف الريكورد كلها، مش كان في اي خناق. وبعدين جورج وسالم، مين جورج وسالم؟ مين جورج وسالم؟ الشهود اللي كانوا في نفس لا، الدور اللي عملوا البلاغ، جورج وسالم اللي عملوا البلاغ او مش اللي قابلهم عمر زهران، اولا مش في ولا جورج ولا سالم. وكانوا قال جورج الاستاذ عمر سالم، زهران، يا ريتك حضرتك بس تعمل جورج مداخله لعمر سالم ده زهران. شخص واحد، مش جورج وسالم، اسمه جورج سالم وده جاري واحنا اصحاب كويس قوي. جورج سالم ده بني ادم واحد مش اتنين. طيب خلينا عشان بس ما نتوقفش عند التفاصيل، مدام نادية، ايه اللي بيخليكي بتجزمي ان قبل ما اسال بقى في التفاصيل اللي عند مدام جنجان، ايه اللي بيخليكي تاكدي ان سعاد حسني انتحرت؟ يا جماعه انتوا بتبحثوا عن قاتل وقتلها، سعاد انتحرت، ايه اللي بيخليكي تؤكدي ده؟ اولا هي كانت حالتها النفسيه وحشه قوي، وخصوصا بعد ما رجعت من المصحه. يا رجعت المصحة، من المصحة امتى عندك؟ لا، ما انا مش مخي مش دفتر مش عارف، هو يا ويوم سلام يعني. ويوم ولا يومين. يوم بس. بص يا معلش استاذ وائل، هي معلش، مع سمير صبري قالت ان هي خرجت يوم الاثنين، وقالت الكلام ده في المحكمه، والكلام ده مسجل جوه المحكمه، وانا قلت وقعدت للمحكمه تحكي بعد قعدت كده تحكي يوم الاثنين عملت ايه، ويوم الثلاث عملت ايه، ويوم الاربع لا لا عملوا لا ايه، لا ويوم ده الخميس كل ده عملوا ايه. غلط. لا لا ينفع لا يا لا استاذ لا 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 وائل، معلش، ينفع سوري يا استاذ جدا، وائل ان يجي لك ضيف يا نهار ابيض عندك يا او وائل، صديق يبقى في كذب وتحكي؟ بالطريقه طب دي؟ ما انا يا نهار اسمعها ابيض مدام جنجان زي ما يا نهار اتفقنا، ابيض، خلينا اسمعها معقوله في وبعد كذب كده بالطريقه برجع دي؟ لك. طب ما خليها تقول ايه الاسباب اللي عندها اللي بتجزم من خلالها ان سعاد حسني يا جماعه انتحرت، طب هي قالت وبعد كده قالت تخلص. لاحمد والاستاذ عز الدين لما راحوا للجثمان ان سعاد ماتت على الكنبه دي، غلط، مش قلت الكلمه دي خالص وقلتيها خالص لسمير صبري، ابدا وسمير صبري ابدا قالها. ابدا. طيب طلعوها لي، طيب طلعها ما لي يا من مدام جنجان، الانترفيو. خلينا اسمعها لا، وقولي لها ده التساؤلات زي في ما انت معقوله عايزه. الناس بيكذبوا طيب للدرجه دي؟ طيب خليني خليني مدام نادية، ايه دي بس ايه دي، ما يعني لا اهدى، ايه ده، ده احنا كتير ما كتير حدش قوي يعني. ايه اللي بيخليكي تاني بتجزمي لما ان اجت سعاد حسني انتحر؟ بتقولي كانت جت من المصحه حالة حالتها النفسيه مش قوي كويسه. قوي قوي، فكنت انا وهي هناك، كان في بروجرام كده، فسجلته لها عليها هي بس، فسجلته لها على VHS. ولما اجت قلت لها ده حصل بروجرام كذا كذا كذا، قالت لي لا عايزه اشوف حاجه ولا عايزه اسمع حاجه ولا عايزه اشوف حد ولا عايزه اسمع حد، فسكت عشان انا بعرفها كويس قوي. فضلت ماشيه من البيت الاول، من اول البيت لاخر البيت، يعني ماشيه ماشيه، كانت يوم الخميس طول اليوم معاكي ما نزلتش؟ ما نزلتش. لا نزلت، لا، وكان في شهادة وكلت، لا، وشافتها في الاسانسير. ده غلط والله والله، وربنا شاهد عليا وعليك، وربنا ينتقم منكم، طيب ربنا مدام ينتقم منكم. جنجا خليني بس عشان يعني تكمل بس القصة دي واطلع ده فصل وبعدها. اللي قال انه طيب كان كانت انت المفروض بتاكل انت سمك في انزل معاها. العمر طيب دلوقتي طيب المفروض تقولي الحقيقة وتعترفي ده، ان طب ايه اللي حصل طب لسعاد حسني في بيتك. خديه على ابنك بقى الكذب اللي انت طيب بتكذبيه خليني بس والكلام الوحش مدام اللي جنجا قلتيه خليني عليا. اسالها هو بس، واحده زيك خليني يا اسالها مدام مدام نادية، نادية، انا خليني هيبل منها اساسا مدام متكعب نادية على خليني حد؟ خليكي بس معايا في السؤال عشان بس اعمل اسال السؤال ده واطلع منه على فاصل واسال مدام جنجا. بتقولي حالتها النفسية بعد ما عادت من المصحة كانت سيئة، و انت لقيتي كده وحسيتي بحالتها يعني. في حاجة طبعا حسيت بيها. وبعدين هدت شوية، وبعدين قالت لي يلا نجي نتفرج على التيب، فحطيت لها التيب. في التيب في أغنية بانو بانو، فابتدت الله على بانو بانو. تعيدها 11 مرة، أنا عدتهم 11 مرة، تخلص وتعيدها تاني، تعيد تخلص الأغنية تاني، بانو بانو على أصلك وبان، ده في نفس يوم موتها. في نفس التيب، ما كان في الأغنية دي في التيب، لا ده في نفس يوم موتها يعني في نفس اليوم، قبل ما تنزلي انت من قبل انا البيت. ما انزل. وبعدين في الاخر كان في محمد منير وغنى غنوية حزينة جدا، بيقول مثير الغايب هيعود حاجة كده. فانا عيطت، لان الغنوة دي بتخليني اعيط وهي عيطت، وكفاية ان احنا حضرنا بعض وبصنا بعض، دي بالدنيا كلها، وخليهم يموتوا بغصهم.
هو انت بتعرفي تعيطي؟ ده انت تعيطك تمسيح اساسا. ربنا. ده الاستاذ سمير قال ما نزلتيش دمعه. انا سبتك وسبتهم كلهم لربنا. خلينا نطلع فاصل وبعدها هنشوف بس يا جماعه يعني مين من الدموع الصادقه ومين دموع التماسيح. خلينا هطلع